غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ظهر اليوم متوجها إلى مدينة نيويورك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في فعاليات سلسلة من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في إطار استكمال دولة الكويت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2019. ويضم الوفد المشارك كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.